حديث واضح قوي في مجال شديد الصله بعملك يا دكتور عمرو وانا عارف ان انت مهتم بالبحث العلمي باشكال كثيره جدا جدا وبتهتم كمان مش بس بمساله الطب ولكن كمان باداره المساله الطبيه الحديث انت لما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمتين دول ايه اكتر حاجه اثرت فيك او اي اكتر حاجه استحضرتها وانت بتشوف انوارها في عملك اهلا بحضرتك يا مولانا اهلا وسهلا بحضرتك في الحقيقه انا اول ما بصيت في الحديث انا قعدت افكر طيب هو احنا الصحه دي ممكن تبقى كنعمه بتفتح باب ايه؟ فحسيت ان ان لازم لازم افكر في الادراك اول أنا أه، بجد فكرت في الصحة فكرت في يعني ده كلام مهم قوي إن أنت بتقول أول حاجة بتخلينا إن إحنا ندرك النعمة نفسها ندرك نعمة الصحة نفسها أنت شايف الناس كتير بتقابل ناس كتير مش عارفة عن مش عارفة يعني إيه صحة؟ بالظبط أنا يعني أنا أتصور إن إحنا كلنا مش عارفين مش عارفين <applause> نعمة الصحة كويس إيه أه أكتر حاجة إحنا محتاجين نعرفها في الصحة؟ عشان نعيش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن لو إن حضرتك زي ما حضرتك دلوقتي أهو عم بيشوفك ملايين الناس تقول لهم ايه عشان يعرفوا الصحه اللي هو عندهم حجاب واضح ومش قادرين يدركوا الصحه تقول لهم ايه؟ انا بشوف ان لما ربنا بيقدر على الانسان المرض هو م. بيكون الـ الـ الغايه ان احنا ندرك معنى الصحه ففي الطريق لده احنا بندرك تقريبا كل حاجه بنشوف الناس وهم عيانين بيبتدوا يدركوا معنى حياتهم معنى عيلتهم معنى البرنامج اليومي والدواء بقى بالزبط. وعلاقته بالوقت بتاعهم بالظبط معنا علاقاتهم كلها وعلاقاتهم بالناس واهلهم وازاي ان هم محبوبين وان هم بيح... بيبتدوا يغيروا تقريبا كل حاجه انطلاقا من نقطة ان هم ادركوا الناس لما حد يمرض لهم حد عرفنا ان انت غالي علينا يعني يقولوا له كده انت عايز تعرف غلاوتك عندنا كده بالظبط بالظبط فيبتدي يحصل ان هو منظوره لكل حياته يتغير يعني انا اتصور ان ان الكورونا على قد ما كانت تجربة صعبة بس كان فيها نعمه انا ما بتصورش يعني ان يعني إن, ان انها بتحصل كتير فكره فقد حاسه التذوق وحاسه الشم دي ما اظنش ان احنا نقدر نعيشها تاني ان احنا في فتره يجي لك حاسه مش موجوده عندك فتحس بقيمتها تحس ان انت يعني في وكان عارف انت لما في الرسومات كده يرسم واحد من غير مناخير او <applause> او مثلا من غير بالظبط وحين كتير بتكون كويس وعندك الحاسه دي بس ناقصه تلاقي ان الحياه كلها ما بقاش فيها طعم وفجاه فجاه ترجع تاني فهي تجربه انا بحسها يعني نعمه من عند ربنا ان انت تقدر تفهم ان كل حواسك اللي يمكن حاسه حاسه التذوق ما بنقدرهاش قوي او الشم يعني بنشوف اكتر النظر السمع لكن حاسه التذوق بس غيرت لنا حياتنا اه صحيح يعني حضرتك شايف بس انا كمان حضرتك فتحت لي حاجه مهمه قوي احنا كده بندرك عدم الصحه طب هل الناس ممكن يقدروا يدركوا الصحه؟ يعني انت شايف ان هم ممكن يقدروا يدركوا الصحه؟ يعني انت ما حدش بيجي لك مثلا عشان الصحه، في الغالب بيقول لك عشان ال... بيجوا عشان المرض. بالظبط. فاحيانا يعني بالنسبه لشغلنا احنا بنشوفهم لا اما جايين من الصحه للمرض، لا اما طالعين من المرض رايحين لناحيه الصحه. الصح. ف... فانا بتصور ان... ان في اللحظه الاخيره اللي هم بيتعافوا فيها، ادراكهم لمعنى الصحه مرتبط بادراكهم بمعنى الحياه كلها، احنا خلاص هنطلع دلوقتي عشان نخلني بقى نخلي نخلي بالنا من واحد اتنين تلاته ممكن يكون صحتهم ممكن يكون اهلهم ممكن يكون عبادتهم ممكن يكون اولوياتهم فكل حاجه بتتحرك هرجع دي ارجع لحضرتك دكتور عمرو تاني واسالك هل ممكن نخلي الناس تدرك الصحه لما نكلمهم عن مفهوم العافيه العافيه